خلينا نرحب بالسيده ايمان عبيد الام المثاليه شهيده الداخليه. اهلا بحضرتك فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك فندم، مبروك عليكي لقب الام المثاليه. الله يبارك فيك حبيبتي، الله يبارك فيك. قولي لنا خدتي اللقب ازاي ومين رشحك واحكي لنا الحكايه. والله انا يعني رشحتني وزاره الداخليه، طبعا مشكوره جدا. حضرتك من محافظه المنيا؟ المنيا. ايوه. وزاره الداخليه اتصلت بيا للعلاقات الانسانيه ومتشكره اليوم جدا. ايوه اتصلوا بيا وفاجئوني، قالوا لي وزير الداخليه شكل لجنه واختارت الام المثاليه لشهداء الشرطه. الله، احساسك ايه بقى؟ احساس جميل جدا جدا والله، وخفف كتير جدا جدا من الوجع والله. ايوه صحيح، احساس رائع رائع يعني صراحه. قولي لي انت يعني الحكايه ايه؟ هل انت علشان ابنك شهيد؟ والله انا جوزي توفى من 21 سنه. ايوه. وسابوني 3 اطفال. حبيبتي. كان في الاعمار يعني تتراوح من 5 سنين ل 10 سنين. يا قلبي، كلكم كده اطفال صغيرين؟ كلهم صغيرين. ايوه. وكان الشهيد عنده 10 سنين. ومحمد 11 سنة، ورانا دي كانت كي جي بتخش المدرسة. نعم. فالحمد لله يعني كررت كل حياتي فيهم وحببتهم يعني في زرعت فيهم حب الوطن الله عليك، وعلمتهم أحسن تعليم وأحسن تربية الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يخليك حبيبي. محمد خد ماجستير في القانون. ايوه. وعمرو حبيبي الشهيد ده كان معاون مباحث واستشهد في مأمورية المخدرات. حبيبي حبيبي، ربنا يرحمه. العشر الأواخر في رمضان وكان صايم. الله الله، الحمد لله الحمد لله. ورانا دكتورة صيدلانية ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يخليك. أكيد أكيد مريتي بأيام صعبة، ده كفاية يوم معرفتي بس باستشهاد ابنك، الله يكون في عونك. كان يوم صعب جدا جدا والله. طبعا طبعا طبعا، الحمد لله يعني نحتفل بالشهداء اللهم آمين. والحمد لله وربنا اصطفاه واصطفاني أنا إن أنا أكون أم الشهيد، يعني الله فخورة. الله عليكي. فخورة ان انا النهارده ام الشهيد، وفخورة بتكريم سيادة الرئيس لنا يعني تاني، يعني ده التكريم تكريمين النهارده والله. الله الله عليكي. الله. ربنا يتم عليكي نعمته، اصل الرضا ده مش اي حد بيعرف يعني يرضى، خليني اقولها بالبلدي كده، يعني الرضا ده درجة وحالة مش اي حد بيعرف يحققها الا اللي عنده علاقة كده معاه سبحانه وتعالى، فربنا بيطبطب عليه وبيراضيه، فبالتالي هو بيرضى. والله هو ربنا اللي الصبر، والحمد لله يا حبيبتي راضيين والله. حبيبتي يديك الصحة يا رب والعافية ويبارك لك في ولادك يا رب. مبروك عليك، مبروك عليك التكريم. كده خالص. أشكرك. أشكرك.